عيش القدس وتمشى بالأقصى واهزم المحتل. أهلا في أبتكار. اخترنا لكم اليوم 3 تطبيقات ولعبة. هل أردت أن تتعرف على مدينة القدس الشريف؟ إليك تطبيق عيش القدس الذي من خلاله ستتمكن من التعرف على المعالم الدينية والأثرية في مدينة القدس بشكل كامل. التطبيق يحتوي على قوائم مقسمة إلى المواقع التاريخية، أسبلة القدس وأبواب القدس، ويمكن التعرف على كل شيء، حيث تستطيع الخوض فيها عن طريق جولة مصورة بمعلومات ملخصة حول أشهر الأماكن في القدس، كما هو يحتوي على خرائط مدمجة من جوجل لكل مكان تصل إليه. عجبنا في التطبيق تصميمه البسيط والمميز بسلاسة الاستخدام، وهو مرجع ممتاز. عيش القدس مجاني ومتوفر فقط على أندرويد. هل تحلم بزيارة المسجد الأقصى والتعرف عليه عن كثب لكن لا تستطيع؟ إذن قم بتحميل تطبيق موسوعة الأقصى وابدأ بجولة ثلاثية الأبعاد من المنظور الشخصي. التطبيق يقدم نموذج ثلاثي الأبعاد عالي الدقة يهدف إلى تعريفك بمعالم المسجد الأقصى بطريقة شيقة، وستتحكم بالمشي مثل معظم الألعاب من المنظور الشخصي، فتستطيع المشي والنظر حولك بحرية كاملة داخل وخارج المباني، وستستمع لأصوات مثل العصافير بالخارج، وهي إضافة رائعة للتجربة. كما يعرفك التطبيق على مجموعة من المعلومات التاريخية المتنوعة حول هذا المسجد المبارك عبر ملامسة فوانيس موضوعة قرب أماكن مهمة. عجبنا الأداء السلس في التنقل ما بين الأماكن، ونتمنى تطوير نسخة لنظارات الواقع الافتراضي، وبالطبع لا شيء يمكن أن يعوض التجربة الحقيقية. التطبيق مجاني ومتوفر على iOS وأندرويد. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، كلمات وأشعار خالدة تأتي من خلال تطبيق محمود درويش. فيه سوف تتعرف على فلسطين خلال أشعار محاكية لأحداث قضية شعب تحت الاحتلال، حيث يحتوي على أقوى الاقتباسات. التطبيق بسيط ومقسم إلى 4 أجزاء، نبذة عن حياة الشاعر محمود و3 مجموعات لقصائده، ويعتبر مرجع شامل. التطبيق مجاني ومتوفر على أندرويد. شاركنا ما هي قصيدتك المفضلة للشاعر الكبير. قاوم قوات الاحتلال مع لعبة جازمان، هي لعبة تضعك بمكان مقاوم فلسطيني الذي يحاول صد هجوم بأسلحة محمولة. الفكرة توصف مشهد قدوم المحتل بعتاد وأسلحة منوعة ومتطورة. مع كل معركة تكسب نقاط تستطيع أن تشتري أسلحة أفضل وتطور أسلحتك لتصبح أسرع وأقوى، ومع كل موجة هجوم يصبح العدو أقوى وينوع بهجومه بين الطائرات والجنود والعربات، وتستطيع أن تطلب مساعدات لصد الهجوم مثل قذائف الهاون أو طائرات من غير طيار. اللعبة ممتازة وستعطيك تحدي، وهي متوفرة على أندرويد مجانا، لكن يعيب الإعلانات التي تؤثر على التجربة، ونتمنى من المطورين أن يصلحوها. الآن نستعرض آراء متابعينا عن تطبيقات الحلقة السابقة. شكرا لكل من شاركنا رأيه وتجاربه. شكرا للمشاركة والمتابعة. روابط جميع التطبيقات متوفرة في الوصف أسفل الفيديو في يوتيوب، ولا تنسى سبسكرايب هنا، وإذا أعجبتك الحلقة لايك وشاركها مع أصدقائك. وبعد استخدامك للتطبيقات شاركنا رأيك على صفحاتنا في تويتر، فيسبوك، يوتيوب أو إنستغرام. ولنصائح وتوصيات جديدة انتظرنا كل أربعاء. إلى اللقاء. هل أراك سالماً منعماً وغانماً مكرماً، سالماً منعماً وغانماً مكرماً، هل أراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك موطني. موطني